يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي بلغه الوسيلة، يا ربي خصه بالفضيلة، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولاه، وأثني بحمد موارده سائوة هنية، ممتطئا من الشكر الجميل مطايا، وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية، المنتقل في الغرر الكريمة والجباه، وأستمنح الله تعالى رضوانا يخص العترة الطاهرة النبوية، ويعم الصحابة والأتباع ومواله، وأستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية، وحفظا من الغواية في خطط الخطأ وخطاه، وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقرية، ناظما من النسب الشريف عقدا نحل المسامع بخلاه، وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شري من الصلاة وتسليم، ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية، توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله، وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية، ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقما وشكما، ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشقواه، ولما تم من حمله على الراجع تسعة أشهر قمرية، وآن للزمان أن ينجلي عنه صداه، حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية، وأخذها المخاض فوالدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألؤ سناه. محل القيام. يا نبي
وبارك عليه وعلى آله وصحبه.